ما حكم طلاق الغضب الشديد الذي الذي من عادته ان لا يملك صاحبها نفسه؟ تقدم الكلام في هذا وهو ان العلماء اختلفوا في ذلك، والارجح انه لا يفعل. اشتد الغضب وانغلق عليه قصده ولم يتمالك نفسه وظهرت الاسباب الداله على ذلك، فان الواقع يكون عنده اسباب، تكون معه اسباب تؤيد دعوى شده الغضب وعدم ذلك. نعم.